دعا رئيس البرلمان العربي المسؤولين في السودان إلى التوافق والعمل على إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد، مؤكدا دعم البرلمان العربي أي توجه في مصلحة السودان ويخفف من حدة هذه الأزمة، مشددا على حرص البرلمان العربي على تحقيق الاستقرار والأمان للشعب السوداني. أكد مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون بالسودان الصادق محمد صعوبة الوضع الإنساني في السودان، وخاصة بعد تعليق عدد من المنظمات العاملة بالسودان لأعمالها منذ اندلاع الاشتباكات، مضيفا أن هناك الكثير من الجثث التي لم يتم انتشالها من الشوارع منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين، مما يهدد بكارثة بيئية خطيرة في السودان. عبر سفير السودان لدى واشنطن محمد عبد الله إدريس عن قلقه من خروج الأوضاع في بلاده عن السيطرة واستغلالها من قبل جماعات إرهابية، مؤكدا أن السودان ترحب بكل الوساطات الدولية لوقف الاقتتال في البلاد، إلا أنها تفضل الوساطات الإقليمية والإفريقية تحديدا. تلقى وزير الخارجية سماح شكري اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان دانغ داو للتشاور بشأن الأزمة الراهنة في السودان، وأكد شكري أن مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرا بالنزاع الجاري في السودان، لا سيما في ظل وجود حدود مشتركة كبيرة مع دولة السودان، مؤكدا أن مصلحة الشعب السوداني الشقيق تظل هي الشاغل الأساسي والهدف من وراء جهود البلدين. قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة لعدد من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا اهتمام الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتغطية قيمة دعم الصادرات للشحنات حتى ديسمبر الماضي، مشيرا إلى تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصادرات على الرغم من التحديات الراهنة. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على إطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك بعد أن تمكنت الدولة من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها. أعلنت وزيرة التعاون الدولي نجاح مصر في الحصول على حق استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة من أجل تحقيق رسالتها التنموية وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفعالية مطلقة. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان افتتاح الحوار الوطني الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني. أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، مضيفا أن الوزارة تستهدف شراء 4 ملايين طن من القمح هذا الموسم، وأشار الوزير إلى ارتفاع قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية إلى 127 مليار جنيه، حيث تضاعف قيمة الدعم المخصص للخبز فقط من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للإرداب.